ده خبر كان منتظر، اختها مريضه دي مده طويله. انت هذه سيده نشات في المبادئ الاسلاميه منذ كانت، وفي اطارها عاشت، وفي اطارها دعت، وفي اطارها نظرت، وفي اطارها توزرت، وفي اطارها استقالت، وفي اطارها توفيت رحمه الله عليها. طبعا انتم تعلمون رحمه الله عليها انها كانت مريضه، يعني مرض مع الاسف الشديد لم ينفع معه دواء، صلى الله عز وجل ان يكون مرضها يعني مغفره لها، ووفاتها ان شاء الله رحمه، نسال الله لها الرحمه رحمه واسعه. لكن هذه مناسبة أنا أقول أن هذه الأخت العظيمة المؤمنة الصادقة، هذه نموذج المغربية الوطنية المخلصة لدينها ولوطنها ولملكها منذ صغرها، منذ أن كانت شابة، منذ أن كانت طالبة، منذ أن كانت يعني حصلت على الدكتوراه، لم يغيرها الموقع، كانت برلمانية وكانت وزيرة وكانت في مواقع متقدمة في عدة متأسسات، لكن لم تتغير ولم تبدل، الحمد لله بقيت وفية للدين وللوطن ولقيم هذا المجتمع، وبقيت مجاهدة وهي مريضة على فراش طريحة فراش المرض، يعني وهي مجاهدة ومكافحة. وآخر ما تركته من حسنة ومن صدقة جارية ألفت كتاب الحمد لله، وجعلته وقفا، جعلته وقفا ووزعته مجانا. فهذه نموذج المرأة المغربية الأصيلة المؤمنة مرة أخرى، التي لا تغيرها المناصب ولا تغيرها مواقع كيفما كان مستوى هذه المواقع، فنسأل الله لها الرحمة، ونسأل الله عز وجل الرحمة لكل من قدم لهذا الوطن ومن قدم لهذا الدين أي عمل وأي خير. المرحومة برحمة الله إن شاء الله يعني تلقينا خبر وفاتها بصدمة كبيرة، رغم أن كنا نعرف بأنها تعاني من ظروف صحية صعبة، لأنه عانت كثيرا من المرض. آخر مرة زرتها كانت في حالة غيبوبة، كانت تصفق لبضع ثواني لكي تبتسم لزوارها ثم تعود إلى غيبوبتها، لكن رغم ذلك ظلت محافظة إلى آخر رمق، تنتج، تؤلف، تكتب، تحفظ كتاب الله. لكن هذه إرادة الله ولا رد لقضاء الله وقدره، إن لله وإنا إليه راجعون. جنازة الدكتورة سمية بن خلدون، وسمية بن خلدون معلم، معلمة كبيرة، مناضلة كبيرة، مجاهدة كبيرة، داعية كبيرة، صابرة ومصابرة، يعني عانت في حياتها كثير من العقبات ومن الصعوبات، ولكنها لم تبدل ولم تغير، وظلت على خط الوفاء وعلى خط الإصلاح، ونشأت في ريعان شبابها يعني تعمل في خط الإصلاح، وتوفيت وهي على هذا النهج. عزاؤنا واحد في أختنا وفقيدتنا أخت سمية بن خلدون، كانت رفيقة كفاح، تعرفت عليها مبكرا، لكن أثناء العمل الحكومي وجدتها شخصية فذة واستثنائية، مقاومة صابرة مناضلة وهي في عملها الحكومي، ثم بعد أن غادرت كيف بقيت وفية لمنهجها في خدمة الوطن وتوابته وهويته وقضاياه، صلى الله عز وجل أن يرحمها ويرزقها الجنة وأن يرزق أهلها الصبر والسلوان.